أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacay go naima halka aad iga daawanaysaan waa channelkeeni dhaqaaq aad raxshide maalmo cusub muqaal cusub dhamaan asxaabteeda walaalaha channelka dhaqaaq aad raxshide aad iyo aad idin salaama insha Allah soo dhawaada walaalaha super show naxsan walaali hor ila joogi dhamaan tiin waad maadsan tiin jazaakumullahu khayran insha Allah muqaalada aan soo galiyo i share kareey like ta isaana meel leer u gaarsiina commentyada i soo qoro walaali hor igu soo qoro jirna waa ku maadsan tihiin ku soo qoro يعني أقلك كرسان عن كوا ذا كومنتي دو ذا هذا هو ما تنتين سيدو كله هدي عطوري يبو سعر سبسكرايب وقتي قاعد يسار ليه هدا اللي جوا إن شاء الله إن هنكو خصلة كومنتي إيه صار أي حالة إن مالك إن شاء الله توب جينا هرو قال دونا سيدو كسو أركتين تاي ترك وحنا إن شاء الله إن كهدلو إن ودوق مجال ذا مقدش أكس أهان جري وحواي محمد أحمد نور ترسم aya raamad insha Allah inuu muqaalkaaneeyo yaani aan si fiican aan u dul istaago een sababta aan u dul istaagayna waxay tahay dadkeena waaweyn 70 jirada ah hadii nuu aanay u dhaqmaayeen Soomaaliyana biri dambe aan rabno inay nabad noqoto qani ay noqoto ummad aan ka dhex muuqano nabadgelyo iyo maxanaha een subhanallah dadka dibadaha dadka ku haya inay nuu aan yihiin aan raba insha Allah inaan fiiqo qof weyn waaye masuul soo noqday waliba دوق مجال هذا مقدشو ما أنا مسؤول أه وما تسمع ليه آل أنت محق هاي أفك سمع لك أبتر ستو إدل إيه سفيرك أفريو أما إن باشتارها أفريو محق هاي إن ودن ككيني سبحان الله وحقوق هالله أو أن لجستي أو أن كي أن دعوت يا ربعنا إذا تسو كتبنا عن يعني وهي يجي أدن أن كيراها إن شاء الله إن كومنتي على مركب أوقفك إيسو قروحير هذا حصار عبو معناها روستي سوير تو مكسو هاد ليسا أنا ما أعرف هيدات كبارها بشو يكسو روس روس ما لا لوي اللي مسؤول على لوي اللي إيوه يجري هقف أولي هذه أترى هيد كورشان تقارضوا الدون كان ربع أنا كل حروس هي ولا أنا روس تال هذا مركا قرص روس هذه أدوني يمكن محو هاي روس تال اللي وقع هذا وح على وح بره بشو ذلك كان وهل جرجرنا وعلى سوسينا وعلى القلب كده أنا لا يسأل بس ما أنا قف والبو إسجر على قوة إذا بيالو قف كي وح وأنا أحسن سوقي لي براد بشو ذا ولا أمانة ولا قرب استاجة سبحان الله أنت الله سبحانه كريا ولي نفيا ما الله غرا وقف كي ونكسر قف كي فتنة يحما وذنة هو دليل وذنة وهل هو استاجة أو دليل شيء سي وحو تدك كل باتي وعلى الشاجة ترسم وقال أنت حدا وحكوا تري موقع على أوراق صاد وبي يوتيوب ككبه وتدك هو استاجة أو ده هاي وما تسمع عليه وأنا إسرعنا وأنا هرنا قلنا وأنا سكوت دوبنا وأنا أدوك كده موقنا قف قرص أي كبه adduunkum ka dhaxmuuqan kara qaras qabiilada ka buuxda oo daacsana meeshan bal ila daawada insha Allah horta Usmaan Xamuud ka dhan wada jiraar weyn gabadha sida ku waxa laga wada kana Zanzibar baa laga tagay horta dhin waxa soo baqlay barruba dhin wardani aad oo waxa aragtay mid kale oo waxa aragtay geeshi oo hada Muuse arag oo Allahu naxariistay oo waxa aragtay tiri oo waa dad wada jiraan أوكي، شيخ يبين لكن لا تسلوك بدك يا حلقة نوكي. السلام عليكم. السلام عليكم. وكسو عشانينا سببتو ايه اللي قمر رقايا وحاواي وارن اه قلب او ينقف مسؤول اه ومطن متلق ان او كو هادلو هرطة عثمان وحمود كتن قوة جرارو كيف قول لك كيف سيدا كو بحلقة قوة كنا زنزبار بحلقة هرطة دين وحسوا بغلاي بالربع دين ولا ورداني اه او حدا ركامك كرا او حدا ركاكيش او حدا مسارك او اللهم حريستي او حدا ركاكيري أوكي، شيخ يبين لكن لا تسلوك بدك يا حلقة نوكي. السلام عليكم.
هدي مركز شرفتي صقف إلى سنة أويا هاي أرن كانوا كلامته ما هم دلنا سيم تلا إنه هاي لكن لقى ذلك أو ما أنت أضيعش سومالي أي قبانا حتى غفر بكرسي أو فريست وكوكا وكوك كيني لكن عالم شرفت على إلى شتاء يا شاتك قف ما كعبة سبحان الله وعلى عرا سدت كهدو كوكو دينا أو شرف ويا لتد ولا يراه أري جاس كليو وقع عرا أري جاس ليري يوقف كان شرفتي سو إلى شتاء وقع عرا كرسي وكوك فري لكن ما كدغا ادي سوماليه او كرسي لوس لو فريسي ما دغايو هرت عثمان وحود كدن ود جرار وي قبل كيف سلك وحا لا ود كان سنسي بار بالغا هرت دي وحا سو بقلايب الربع والله ورداني اه او حدا ركتا مد كره او حدا ركتا جيت او حدا موسى بحليه هي مخو هاي سبحان الله وانا المسؤول اه تتبات الجر كركيس معناتها يعني هل هاتين أمدوك مجد وعروه قفكان سامو هدلاي وعوكو دحين روابي إن أمد صوماليانا وحقو قبانا أو رحاي وعرارا قدو قدوخ مقالان مركو أها وحقوان تكوال لجد ماانت دطن أو إلهي أبو روحي وقو قفا وحليه هاي إسمان محمود وقبيل كترسن باش الدعروض أيو قفا أو حليه هاي ومجرتين كو كسي ترسن يا إسمان محمود كل قوضو يري ومحوها جرير كل قوضو جرير جريرتي يعني صومالي معهن كل وقت وجرير جرير سنغافور أي كإمادة دتكو إسكو قفا فيه قف كان عربة كوميونيكيشن عالم كإنه واحد كلا دحيح سنغافور تنفس كذا واحد كلا دحيحان إلا ما كان ودن متلي سدود يعني فلست مال أقطع هاي إن إمباشيتور عالم كون أي حليل كلا دحيح أو شق كلا دحيسا نيجان نن بناك كسر شقين كرمي dadkii wadanka dhexdiisa u dhashay oo saan u si kala jarjara uu daacsana ba muhaadara markaas uu taagan yahay muhaadar u dhigaayo waaye ilaahay ayaa banaanka keenay mugti markay taayda soo xirtaan oo suudka uu ku jirana ummadii wixii u sheegayeen Soomaali waa inay israacda Soomaali waa inay hal noqoto Soomaali waa inay muxuu ahaayeen banaanka iska fiirisa oo gudaha aan dad wada dhashay aan ahaan beel dhan asaga muxuu ahaayeen hadda hadii tusaale ahaan Soomaali قف بقفك كلاتو يسا قف بقفك كلو يسا عدا أنا ما أنت ديلا ورسو ترسل محاك آمن سنتيين دات كان أوو قفا أيغان الحالقة يا بينك آمن سنتيين نافكو قلب إني سنعونين ويدها يين نافكو قلب ترسل حارانو بنقي ها ساسي سوماليس كوكو إن تقرارم تحي أو تقرارو حالينا معانها قمت أي لفت إسكيقا هايا أسيب بتاعي هاي إيه سمح مع دات بنتي دنيو كينا دات بنتو لها الله من حارستي هبل أرض أو هبل أرض أو هبل أرض كل قد واجرير جريرت او عاين عاين وعددكي او حتى فرطة صوماليك سيدة الله برطو باش جرير وينه يو كتل ماما عددكاس جريرتكي اصو مركاس ربعين ويسو او صومالي مدكا صعب نيقان اساقا اه مسافر ددكي مقيمك اها اي ودنك او الشي اي جينك وبي دقنا اي شالي قلي دي ابورتان يمزيقه دي ابورتان اي بيرتو عن شورتي لغا قاعدة يا بيحن جريس يا برمركو جوغ الله ونحرست عن شورت وقوح عوغن اي ودنك صوكشو يا بيحن جري يو ما أنت سياد بركوف أنا جري وده جري دي بدو ما بهن أنا إنا أي قرار ناقة إمال دي بدو ما بهن إنا نتوكسنا لا تكو حسب سعر أي بس جري ويني هاي عشورتي ودن كو واحد كسر برت مك أو بس جري ويني لقى قاعد ضد كي يعني أو انتدوا يوم هاي عشورتي لقى قاعد قال إنك أو قاطي واحد كسر برت وعند جري يوصلوا عنا وحليه هاي سومالي ما يا يرمحون هاي إن جري سومالي ما يا يرو ما تاس أوقف في سيدو محمد هاي عيسى محمود صومالي ما أدونك ما أنت ترى بدني على وقلا بحاء الله ما أنت فرقو ترس ترس مركي عنصو لاب هذه تدك أتكلم لك تدي بلا وقلا فرقو ترس ووي ترس مكان كوه ولا بس دعفر يا تبيش يجرر ويني وإيه تقول أنت دجنات يا ترى تأنا ترى عيسى صومالي ما هو أتقول خلدن تاعي وحنديه لها كوه جهرة أنا أمد صومالي هذا أنا فرين أدراعي وسوي جيدنا نيجان إذا ما متلو إم بدنا على سفارة هلق عوضة dibaatooyinka dadka ku soo gaaro qurbaha meelaha ku soo gaaro ay dadkii raahin jaaliid wax nooma tarto ee safaaradu wax nooma qabato
قف كانوا قالوا قبيل قرستي لا دعسنا يا جوب محبو قمنا وحم قمنا وأضي الصوماليات حلي حتى أهول قبل نقضه وحال قرب إنه لين رضي برشد يكوك عيا مواد النمادي إلا وعنن يعني كسوة قري عن شورتي وطن كله قاعدي دي بدها إما أضي دون كان أرك يولي نوع ورقمة دل هرتاعني هي وش كانا وش كانا قبيل صوماليات إن أودها يا صومالي معهن وجرير جرير تيم وقصيت المام معه إن إيش الصومالي أهل أدب سنغافورة يمد أيه نوع أنا أمانت ربان إن أدون كمامولان أو أيتك كي كعه ريان قف كستو صومالي دبتوين كأكو قتين محو هاي إن محو سفارة ضحى إمباشيتوك اللي فريسي وانم عن شاي العك سجا أوليه عن كسو كورين العك ده وقف كم كوكو سو كرو ديد أدلاد هاي ديد كوالد كلامك كم كسو كرتيد أقانت على طيا يلنيس أقانت على أمد كده موقنيس مرك نوع عن وكر أقانت على إني طيا بيشو أو قبيل يقرستي قلبك كذا بيرد دعست تحلو والبعد يعني سمين يسد أو برشة إلى هاي أبو ري أوقف يسد نوع عن وكر أنت وأو طيا ميلنيس أو بركة درك بود عيسوم حيال مال دادو وقف كيسي إنه رالك إهن وحيلا قاعد أيو حب لغة متجوجيني وووينال يدكو حبرنيس أقانت طيا ميلنيس دبيدي مرك أقصو رافتي لقيا مال دادو إنه أقصو رافتي طيا ميلنيس وحي أكبرت حتى كرسي أكو فريسد مسق إياه إن حق درينا أكو فريسد على الغيابة وما تسمعنا دحبوه وما مغني ما كقول أهان وما تسمعنا لما أنتوا دحليه نكا إذا ما متلو بري ما أنت أدي أي دم إذا كنت شمحوا هاي إن سفارة إن كينيا قف كارافة إياه محو كليه قام من اسماء محمود أبنه ويني ما هن محو هاي إن سومالي ما هن واجريت جريت إنه عكسيت الماما إنا سنغافورة كي ماذا بلار قالت كني كأقول رح ماي أسام مسافر إيه يماضي لسود وي لسكوكو دري عمت إياه وح برشة يأمني يمجن وح لا براي لعبد ذو وح كبرتي لعبد ذو كل رافع هذا واكنا سانو رغم تاي مركو سوحت ومت زور استوى بلية وأنا صام عليه وأنا سكوت دوبنا وأنا وح قبسنا ذاتك وح يكون سنان أضيع شان الروبة تدوات الجردة إن أي تاي قص يسوحرنا يكلية لا فير إنا يدق موادنين موادين ما هن أضيعشان كنت أنا دوقة في حاجة ودافع موادي سوماليات ما إن لسك جرام ربا أو حوا ما نحاي حلو وسيجي ذي وقد قصي دوانا أنت قريب كرو وقصي كرو يو قصا المه أو طلعي ما قصا أقوم حاضرين معي حلو أنت عنا بمركو هرجوك سدو ما شو إيه لا قال الله تعالى قال رسول الله أو المه بري الله صلى الله عليه وسلم وحلو برويا قبيل كسومالي ما قبيل كان كن ما يا واي ما قدرت بلشود قصا لحضرع وأضط وكسر درجي قرستي قبيلك بلشود لسه الحق لاين جرير ما أنت سبحان الله ما أنا كسر كرتيد سوماليا سومالي ما أنا كمسر كرتيد زنغبورة كإمارة أنت لما تيجي كرتيد أم حياة لك مالها أي دقينا كترجمة يصدق إمارة هنا يصنع هين أنا وضن مال هر لإمارة وكل صباحي دت كي جسوه الرئي وأنا يهين دت كمركز غني جا دقين جيمها وبيجي بضق يمل بياله أف مال بيا لا أجهزه، ما تيجي لها مقولتها مال بقى حلو، ها، محاك يعني إني ما عندي ماشي غني قه هاي غرق كبيره جبية شبه الله يدل أي مرايين وده إني كسفنا هذا ما عندي بيش جروين وحاطس دليل هو عدين يس إني يهين دتك لوي من ماشة، إذا جعلوا كبتي دتك كل نسود وين يرين ولا المعنها أس ولا عشانن هرقص عنن وحقب سنو بيرح أنا ليه وحي أنفش وحان كاسينا الله أنا حريص والله والد كي كان أن كم مخلي تري تك كم كي بيرح إنه جوي مالين جوجوين يعني أنا دكسير يري ألعابي يري ودين جدا نحن سين كتير أن بيرح ألعاب صبولة إن طلاب إن جلا لوجري بتر أي يعني قلال كقول إن جدا تك نوع عسامات وحتى جين هين معناها جريرة سنغافورة كيمي إنه تك مثلون الربع أما الصوماليات مركي سجود أهان أنا ولا هذا نيجا هلا جم مظاهرة هذا نيجا إدي من مثلو وهلا جم مظاهرة هذا ويعني أفر لوان أفر لواتن ساعة يعني ياسين هلية هاي 24 hours عن كو خبط ياسين هلية أرن كيس هل قبسي يسويه هذا واسدي هلا جم مظاهرة هذا نيجا نيجا نن مثل الصوماليا ما أهان برشة الصوماليات من مثلي كرو قفوا البوكو إبنا نيروبي يو كينيا يعني كينيا إدل قف كستو كل بناء لكم إيش وكاه استمانت الأوقاتي ها إلى يبير ظهر الحق حق يا ظاهري سبحان الله بناءكم إسكاني مركا
dibaatooyin ka imaanayo qabiilka dibkaano kale leeyeen in odayaashii waaweyna ay hormuud ugu noqonaayeen in ummadii dhalinyarada ahayd ee bari waxaan inay iska tirtiraan ka tanaasulaa caalamka maanta meel aan kala jaan qaadi karno ma jirto waayo dadkaan aan hortaagin qofkaan maanta san ku hortaagin ee kursigaas ku fadhiyo ee dan kaste maanta ummadda soomaaliyeed ee kenya ka leeyihiin hortaagin hay haduu aaminsan yahay kan soomaali waa kan soomaali ma kan kan waa kan kan ma aha ummaddii kala shaadeynaa uu kala irdheynaa uu kala geynaa biri markuu suudka soo xirtu taayga soo xirtan uu leeyahay maxuu ahaa soomaali waa mid soomaali waa inay wax qabsataa hal iyo ahay iska dhaafi cunsurnimada yaa liskale soo cin waa inaan kulligeen wada soconaa uu dadkii ugu maxaadirinaa haddaba qofkuu qaldi lahaayo maanta ogow arrinkan ilaahay ayaa banaanka keenay dahar alxaq xaqa ilaahay yaa daahiriyo banaankuu keenay ka digtoonaada ka mudaharaada nama matalo waa inaad tiraahiin idinma matalo sababtoo ah qof ummad dhan u gafaaya ilaahay abuuray qom kaleentoo jiro oo isaga soo dhaweeyey oo qarashkooda uu wax ku soo bartay inkiraayo oo soomaalinimada ka saaraayo qalad weyn waa gaar ahaan marka ummad soomaaliyeed aan kasoo gudbo beesh jarer weyne dhammaantiin yacni fariinta aan idin soo diraayo waxay tahay adabkayga wacadiya qof kastee taay soo xirto ee idin yidhaaha waa inaan walaalowna waa inaan wada soconaa waa inaad be attention aad attentionkiina uu yacni kor u kaca waxaa naligu liiday in heernimo soomaali naliga bixiyo oo wixii xunbo heblaaya aa la dhihi jiray afka waxaan ka quu aan ka ilaaliya xataa wixii xunbo inaan magacii markaas soomaalida u saarinayeen aan qaato oo anoo ilaalinaayo magaca qofkaas haddii aan soo qaato qof un in la yidhaaho yacni oo hadalkaygaas markaas hadhow uu dhaawac ku noqdaa waxaa kaloon ilaaliyaa magaca loo saarinaayo wixii xunbo subxaana allah inaan la dhihi karin aan hadalka afkayga ka ilaaliya macaadallaahi haddii la yidhaha wixii xunba jareera ah wixii macnaha aragooda nuuc kale u ekaadaanba jareera ah wixii tintooda adag tahayba jareera ah wixii san weynba jareera ah jareerka mayagaa is abuuray ilaahay yaa abuuray ha unkii allaba marka aragtay inaad tirahay ilaahay nuucaanayt abuurkiisa saasuu ka waday ninkan weyn wuxuu ku hadlaaya waa nuucaas uu leeyahay cid dhimata iyo cid nool dan yuu soo qaadanaa wuxuu soo qaadanaa qof kaloo dhinta allah u naxariiste maad arkin qofkaas oo qofkaas maa kulligood waa jareer jareerna singaburey ka imaadeen adaa macnaha meel aad ka imaatay aan la garanaynin ee waxaad samaysaa ummad soomaaliyeed maanta way ku ogaatay cid dambe aad qatali kartidna ma lahan dadkii muxuu ahaa u ololeynayo ninkaan aaminsanaayaan ka mid ahaa oo dhihi jiray maasha allah maadaama qof wadanka kusoo wax bartan uu dibaddana wax kusoo bartay ilaan suudkan iyo taygaana badana nalagu siraa mogta duqa magaalada muqdisho duqa magaalada muqdisho maanta arrinta saanay u dambeysay oo macnaha ma markaad banaanka joogtid inaad nuuc ku dhaqantid markaad dad gaar ahaaneed aad la joogtid nuuca u dhaqantid wax wanaagsan maaha ilaahayn raallika maahano waxa waaye jirjirooli nuucaas soomaalida magacaasay u yaqaan inay ku tilmaamaan marka mudaharaadaan ku dhawaaqaa un leeyahay ka mudaharaada ninkaan insha allah sidii looga qaadi lahaa kursigaas idinma matalo qowmiyad dhanuu u gafaa dad dhanuu u gafaa qabiil kaleentuu dadkay ahaayeen intuu kasoo saaru jareerkeena jareerkii uu sii qaada wuxuu dhahaa bal arag intaas gaf uu isu maraayo qofkaan ha taya ma lahan aqoontiisa waxaa keenayso maalka dadow uu ku wax bartay marka insha allah iyo kursigan musuqa uu ku fadhiyo dhowrka sano waa in lisbabedelaa laisku bebedelaa muxuu ahaa cid kale la keenaa soomaalida aad ugu dhib qabaan meelaha markaas embashatoriyaasha ay fadhiyaan ha ciddii maanta markaad usoo ooysid aad u imaan laheedo ku mateli laheed haddii saas oo muxuu ahaa kuu kala saaraay waa kuwa yidhaaha markii qof la dilo yuu yahay na ma ahane soomaali ma ahan yuu yahay ma ahane asagiiaan meesha kuu fadhiyo laga yaabaa xataa duugtaadii iyo xaqi kaa maqnaa iyo waxaasoo dhan inuu kuu doodo la rabo dowlad la xisaabtantuu haysa uu ujeedin dowlad la xisaabtantu ujeedin dowladdina waxay noqotay un marba midkii joogan aniga aan la jiraa mar farmaajo amaani jiray mar xasan mar farmaajo dhac mar farmaajo adaa jiro marka xoogaa in aad looga fiirsaday leeda arrimahan oo kaleento dadka da'daan ane xoogaa aaday u baahan yihiin in la bedelo macnaha iyagiyo qabiilkii qaristiisii ay ka buuxdo yaa haddana daal iyo stress iyo dhibaato iyo in aysan xorriyad magaaladii meel walba ay rabaan ay ku mari karin ay haysataa taasa waxay keenaysaa marka inay isku buuqaan oo qofkii kasoo horbaxaba in laga duubaayo in kaleba ayagoo ogeen qomkaasa qabiilkaas ahaa soomaali ma ah soomaali ma ah soomaali ku edanhe soomaali ma ah jareer ilaahayaa ku abuuray soomaaliya cid ka saari karta adiga iyo macal intii kula socotaba kama saari karaan ilaahayaa ku abuuray ilaahayaa abuurtay ilaahaa koonka keenay ilaahayaa dhulka qaniga ahee biyaha ayaaliin
كومانست عيد اي ديدين هنا ما انت لا دغالسين ينو دهاين نغا غورنا ما جرتو دلكي وو مديقه سي شرف له وناغ له ولالتنم له هل ودا دقمو امه الهينا سسا او دحموقن كرنا ابن ادم ككله اي عالمك سسا او دحموقن كرنا لكن انت ادبا ادي او دادس جوبتد اد دكي كل ساري سيدود دكي كل ليدي سيدود دكي كل وحينيس هذا النم متشيد مخا هاي مخا اماش كو فديسا سوماليان هاي من اي متش واي اداب ديدن بينا مخا هاي ان كو اوغلااد كرسيغاس اكو فديس دكي كل انت لفل قلي لهدود واخ لا قبسن لهدود واخ لا سمين لهدود حق سومالي اد كسو علين لهد ادو جرجريس حتى هلا غارسي مخا هاي سنغابور يو ميلها سو دن ان او كل ليدايو دد اسو عنسريينا انو ايغ اسارينا هلا غارسي ميل كست ان شاء الله وان سلامه دمانتين ولالها جنلكا daqaaq aad dhaxshide waxaan oo kala ugu talgalnayna ifinno cid kasto leh markaas dhusti la sheego ma ka soo hadlaysa ha waa ku qasbanahay waa waajibna saaran aan rabno in aan dhibaatooyinka bulshada umada Soomaaliyeed cid walba ay ka qayb qaadanayso dibka sidii looga bixi lahaa habka aan wax ka qayb qaadanaya waxay tahay maanta qorina inaan qaato Soomaali dhexdeena ka dagaalama ma dhahay kuma nooli wadankayagana waan jeclahay dadkiisana waan jeclahay umada Soomaaliyeed isku duubana waan jeclahay laakiin dadka noocaan oo kale dadka dhibaateena in laga hortago oo iska celiyo aad qasab u tahay miin u tahay waa hal qof oo hadii dadkiisa wala xisaab ay leeyahay koowaad waxa dadka farshan aan dafeynin ya qoomiyo aan oo Soomaali ilaahay ku abuuray rabo inuu Singapore ka imaateen u yiraaho aad oo qaldan tahay marka insha Allah kulli ibni aadam qadda qof kasta uu qaldama qira qaldkaada ka toobadkeen iscazil kursigaasna banay waa in salaamay waa ku dhigani iyo ku noolo nolosha adoonaysid assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.